حق بدويش انك تبي تشتري سياره الايكو حق ولد اختك. اي اشتري دور له سياره اشتري. انت راح قلنا بشتريه. مساكم الله بالخير، شلونكم طيبين؟ السياره كم تبي فيها وانا شريت؟ كذا اي سياره؟ الايكو. من قايل لك ببيع الرجال؟ ببيع حق ولد اختي بشتريها. انت بتشتري سياره؟ بشتريها. انا ببيعك. ومن قايل لك ببيع؟ انت بكيفك انت بتمسك سياره؟ بتبيع؟ ايوه ببيع. قلت لك انا ابيها. لا ما بعطيك ذاك اليوم لاني ما بعد اخذيها الحين بعد التطور وكذا. انت لك كيف؟ وانت وش دخلكم؟ انا ويا الرجال انجاز. اي كيفك تفهمي؟ تفهمي ببيعك السياره. انزين السياره اللي فوتها وحطيت فيها كل شيء جميع البلوط. حتى مره طاح زي المسمار من داخلها. احس انها يعني وقفت وياي واجد. انا عمري ما راح اتخليها تخوف. اسمعي، وسامها قبل اسبوع كذا ما ادري خميس او اربع، سامها 1/13 كذب. كم تبي فيه؟ كذاب، ما تجيب 13/14 منه. جيب يبا ما يخالف. جيب اصبر اصبر، جيب الزبون اللي سامها ب 13، واذا جبته يا ابو دويش لك هديه من عندي 2000. ماشي روح، ما اعرف رايك من نسى. انت كم تبي فيها؟ ضمان ذهبي. كم تبي فيها ضمان ذهبي؟ ضمان ذهبي والله. شنو؟ ضمان ذهبي انها توديك البحرين. اسود وتوديك الدمام. والله. وبعد وتوديك بعد الاجبر. كم تبي فيها انت؟ كم تبي فيها؟ ويعني ببيعك اياها انا خلص ب 7000. دقيقه، مزيومه قبل اسبوع ب 13000. ايه وبتبيعها الحين ب 7000؟ اي لان انا تدري انه يعز علي. لا لا، النوري بعد ما يحب خسارتك. لا لا، النوري ما يحب خسارتك يا ابو دويش. اذا مزيومه ب 13 خله يبيعها الله يرزقه. بدويش بعد رفيجنا ما نبي عليه خساره. خرب انت فيك. لا بس ما خرب بس. خمسه تبيع بخمسه؟ لا لا دقيقه نوري، مو مصيبه 13. اي خلاص بيعها على اللي شرب اللي سم 13. ايش تبيع بسبعه؟ يا اسمعي الغير. انا اقول لك خمسه. قام خليك اصبر. عاد اسمعي، خلي شيك السياره بالاول. اصبر اسمعي، فريدي اسوي روحي للشريطي خلي مسجد نشوف يمكن. ايوه السياره نسوي 13. ايوه علشان انك عز علي تروح تحط لها النانو وتحط لها يعني كذا يعني كذا كانه شربني باب. لا كنت بخليه بسادة. اصبحت ما تصدم. لا صدام ما فيه شيء. ما فيه شيء اقول لك. انا غبلت غبلت. قام خلنا نشوف. انا بعطيك 9. تسعة؟ تسعة. خلص بيتك. صار اسمح لي ما اقدر ابيع. متعود عليه. انا حرف ايج وماخذين وشاربين معاه. الوجه الوجه ابيض. لا تخلي يعطيه من 9 ل 15. من 9 ل 15. قلبي قربت تقربتك السعر. يا 9 ل 15 ما عليك. ايش فيك انت من الله يهديك؟ الناس يرفعون رقم واحد رقمين. مهم من 7 ل 9 ل 15. ببيعها 7 انزل 9 يوم يتحطم ازيدك 15. يا بعد قلبي والله خلاص. كيف خلاص بعتك انا؟ بعتني انت؟ كم بتصير؟ بس كيف الرزق على الله يبا. على الله ما بفلوس. الرزق على الله ما بتقل. خلا خلا انا اتفهمي يا ابو دويش، ترى مو بعدله. انت عطيت النوري كلمه ب 7000. اي بس احنا بموقع حرام. اي ما تغير النيه يا ابو دويش، غير النية. ما غيرت النية. كيف يبرزك على الله؟ انت يوم حسدناك بس انا بشتغل. انت بتاخذهم ب7. بس انت ما تحب الخير بدويش. انا قلت 9 من شفتك تتحلطم. من شفتك تتحلطم قلت يستاهل 15. ما احب الخير. اعطيك 15. يا بدويش يا بدويش. مخلفي وما ميت. السيارة عندك وفلوس عندك. إيه؟ يا ابو دويش النية عليها عمل النوري اول من فتح الموضوع يا ابو دويش. بس ليه حتى هو من فتح الموضوع زاد عليك السعر؟ والله نية الكلسة انت وياه. والله نياتكم اثنينكم فاشلة. خلصة خلصة. 5000 تعطيني بخمسة. بس شفت حسود قل لي الله يوفقك. يا ابو دويش يا ابو دويش يكفي ان السيارة حطها من راحة ابو دويش. لو يبي 20 لو يبي 20 اعطيه 20. لو يبي 20 بس كيف شنو وايل لو يبي 20 اعطيته يا ولد. نواياكم ما مشات. شو الموضوع الحين؟
اول وصفات لها لها مميزه غابل والماكينه توديك حتى الابه ترى دايخه ماكينات شخص كيف ترى ذي يقول لك لا, لا تخرب الرزق على الناس عدل عليك يا اخي زجران افحص السياره افحصها قبل افحصها من بعدك افحصها من بعدك تسلم والله حبيبي من بعدك انت بدويش مانيني تبيع يا اخي زجران ترى كلها مصبوغه ابويا ايوه هي مصبوغه صدق حي هذا الحصان هذا الحصان انا عاقل تشتري لا تساح ما تشتري ايش تبي تشتريها توك تبيها بسبعه صارت تعهم دفعت عليها 15 اسمع بعد شوف لهم منها هذا لون اصفر ولون ابيض بكر بكر يا اخوي زجران يا اخوي زجران خلني بكره اطلع معاك الصناعيه واشوف لك احسن منها شريت انا ما ابقى صوم بعدها كيف؟ انا شو كيف؟ يا الله شو ريحة بدويش؟ يا اخوي زجران يا اخوي زجران كلنا اخوان واصحاب بس في العمل عمل السياره تعبانه شفاك مربطه بس يام شو سامونه متى تنقل الملكيه؟ الحين نروح المكتب انقل الملكيه وتعال خذ مني الفلوس كيف بدون توقع بدون تسوي شيء مش هي نعطيني الفلوس شوف انا الحين بعطيك 15 راح انقل وتعال واعطيك خمسه فوقهم يا اخوي زجران من جدك من جدك يا اخوي زجران ما تجي تخرب وانت فيه والله نقشك بهالكلام تستعجل ايش دخلكم عجله من النداره تفضل عجل ما حد عجل ويش الحين بعطيك 15 ايه بعطيك خمسه انه نقلت الملكيه تسلم والله بيض الله وجهك الحين بعطيك 15 عجله من ما تجيب 15 يا اخوي زجران ما تجيب حسد انت يا الغهر يبا ما ينفع وياكم ما ينفع وياكم اي شيء انت ترى ذي رزقي لي خرب علي فهم 10 احنا قبل الملكية وتعال اعطيك 5 جيب لي 5 ريال انا قلت لك 15 هذا 15 غلطان انا غلطان لا والله لا والله انا هذا قيمته 15 ريال يعني مو ب 15000 لا 15 ريال وانا احب راسك خلاص يا ابو دويش يا ابو دويش يا ابو دويش ما ويجي بيتك بيتك بسيبني 2000 سيبني بل فين مساقنا شفت اللي غير نيتي يا بدويش مساء الرجال شهره منكم سبعه وقلبت عليه الحين بكم تسوم؟ 2000 واجد عليه 1005 قلت له ب 15 ما قلت لك 1000 ولا ريال ولا نفسك قسم بالله اني اكون خذ هذا سويت الرجال قلت له طلع السابع فيكم تمت من بوياه وجي خربها السوق هذا اسمع يلا يلا اصبر يبقى دقيقة خلاص لا 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 بدويش انا بعلم السالفة السالفة يا ابو علي ان بدويش تعرض لعملية نصب كبيرة زجران نصب على بدويش
جاهز حق بدويش ب 7000 وضاع والسبب زجران. صحيح ما يبغى. ايوه صحيح سال بدويش. اسمع. اسمع. خلاص ابو علي ابو علي سامحة عشاني سامحة عشاني حب راس عمك ابو علي حب راس عمك ابو علي لا تعيده مره ثانيه لا تعيده مره ثانيه لا لا بوسه قويه بوسه زي الناس من قلب يلا يلا بس بس راس عمك خلاص ابو علي خلاص ابو علي بعد ابو علي عندنا واحد بعد يبي له تاديب وين وين عندنا واحد يبي له تاديب وين انت يا بنك اصبر 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 دقيقه ادبني بس بدويش بعد يا ابو علي سهل ايه انت اي تمسيه ري يعني ايه ايه جد رزق كيف ما منتي فيك كيف ولا